شيخنا نبي فائدة ليتلقاها المتابع يكون لي ولك أجرها ولمن حضر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن من أعظم الخطر الذي يواجه المسلم في هذا الزمان الخطر الذي يحيط بعقيدته، فعلى المسلم أن يتعلم الأصول التي تحفظ عقيدته وتكون حارسة لها بإذن الله عز وجل، وهي ثلاث قواعد، قواعد يسيرة وسهلة وبسيطة. القاعدة الأولى أن لا يأخذ المسلم عقيدته إلا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنهما الهدى والشفاء الكافيان اللذان بإذن الله عز وجل من اعتمد عليهما في اعتقاده لن يضل أبدا. يا سلام. القاعدة الثانية أن لا يفهم أدلة الاعتقاد في الكتاب والسنة إلا على فهم السلف الصالح. يا سلام. أعني بهم الصحابة والتابعين وأهل القرون المفضلة. رضي الله. فمن فهم أدلة الاعتقاد على فهم السلف الصالح فوالله لن يصيبه شيء من الضلال أو الانتكاس أو الانحراف العقدي. يا سلام. الثالثة أن لا يتقحم بعقله العاجز الضعيف في أدلة الغيب، فإن العقيدة مبنية على غيبيات، فلا بد أن تعقد صفقة مع عقلك أنه لا يتخوض في أمر الغيب، فأمور الاعتقاد وأدلتها مبنية على كمال التسليم والإذعان وعدم تخوض العقل استقلالا في شيء من مسائل الغيب. فإذا اعتمدت هذه الأصول الثلاثة فعقيدتك سوف تكون في حصن حصين محروسة بإذن الله عز وجل، والله أعلم. أسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم من القاه على معتقد صالح.